اوكي، السلام عليكم، معاكم الياس، طالب طب سنة ثالثة. راح اشرح لكم ليسن 4 حق مسار التمريض، تمام؟ شابتر 2 بارت 2. اوكي، طبعا قبل ما نبدأ راح اسوي ريفيجن سريع جدا على اللي تعلمناه قبل، بلس على شيء انا بيعلم لكم الحين عشان مخكم ما يتعقد زيادة، تمام؟ طبعا قلنا على الترانسبورت قبل ان عندنا نوعين، وهو الاكتف والباسف. كنا الفرق بينهم هو في استخدام الطاقة، واحد ينتقل من لو تو هاي ويستخدم عندك الطاقة، واحد ينتقل من هاي الى لو، وبالاساس يساعد انه يعطي طاقة، ولكن خلنا على هذا الكلام انه ما يحتاج طاقة، تمام؟ هذا يحتاج طاقة، هذا ما يحتاج طاقة. وقلنا عندنا أنواع، تمام؟ هذا simple diffusion، هذا facilitated diffusion و osmosis. simple, facilitated and osmosis. osmosis متعلق بالماء H2O، تمام؟ simple diffusion متعلق باللي قلناه انه مثل CO2 والأوتو يقدر يمرون. facilitated diffusion هم المساعدات، ما طبعا الشانل. facilitated diffusion عندنا الكارير، تمام؟ على تقسيمة الكتاب ان الكارير يعتمد facilitated diffusion. قلنا ليش facilitated؟ ايش معنى facilitated؟ معناته يسهل، تمام؟ يعني عندك الدايركت الاول و CO2 والاوتو يقدرون يمرون عبر غشاء بلازمي. ليش؟ ان قلنا هم they are non-polar ولا هم ionize. اوكي، ions ما بهم ions ولا هم non-polar. بلس في شيء انا ما قلته انهم صغار small، تمام؟ شرط انهم يكونوا small، فيقدرون يمرون عادي عن لو عبر الغشاء بلازمي بدون اي كلام، تمام؟ هذا النوع الاول. الثاني قلنا هو عبارة عن ايضا من simple diffusion، هذا النوع الاول. نوع ثاني من simple diffusion وهو لمن يكون فيه وشو شيء اسمه channel، وقناة وأنبوب تسمح بمرور المواد من high concentration ل low concentration في حالة ال passive diffusion، تمام؟ فيسمح بمرور من ذا قلنا، هذا يسمح بمرور المواد اللي تعتبر polar وأيضا ions، مثل وشو ion من صوديوم وبوتاسيوم ions. okay، بولر مثل وشو H2O، تمام؟ يقدر يمر يدخل ويطلع. طبعا هنا انا ما شرحته ان عندنا اكسبشن، الماي يقدر يمر برضو هنا. ليش يقدر يمر؟ لانه صغير، تمام؟ هذا في حالة الماي فقط. الايونات، تمام، هي صغيرة برضو، صغيرة بس ما تقدر تمر هنا، تمام؟ فقط بهذا الشانل. لذلك عندنا one exception، عندنا فقط حالة واحدة اللي هو الماء يقدر يمر directly، لأنه هو صغير يقدر يتغلغل بين اللي هو خلينا نقول رؤوس الفسفوليبيد، تمام؟ هذا بشكل مختصر على الماء كنت أبي أقوله أنا ما قلته. الأسموسس هي عملية ماذا؟ عملية انتقال الماء، تمام؟ هي تعتبر لو نرسمها هنا أنك facilitated diffusion، لا مو facilitated، استغفر الله، passive. اوكي، الباسف ديفيوجن عندنا تولز وعندنا كومبوننت، عندنا ادوات وعندنا اغراض، خلينا نقول او مواد. هنا عندنا ادوات لازم تفهمها على ذا الشكل برضو. مثال على وش ادوات عندنا: دايركت، عندنا شانل، عندنا كارير. وش الأغراض عندنا؟ الله يسلمك ويخليك، CO2 أوتو H2O برضو، هنا عندك الشانل، عندك صوديوم أو خلينا نقول أيونز، أيونات، عندك H2O، كارير عندنا قلنا وشو؟ جلوكوز، تمام؟ بس دقيقة أحذف هذا اشرحها بشكل احسن، ان هذا
يعتبر يعني خلينا نقول شرح شامل نفس اللي قلناه. فعندك أدوات أي بروتينات، هنا بروتينز، هذا بروتينات وهذا وش هي تنقله. فالدايركت انجل CO2 والشانل انجل قلنا ايون H2O، والكارير انجل جلوكوز انجل امينو اسيد بعد بروتين، بلس انجل عندك قلنا يوريا، لا يوريا مع الايونز، ما ادري كان غلطان صراحة، انا نسيت صراحة يوريا، ايوه تقريبا يا مع CO2 والماي يوريا، هنا عندنا امينو اسيد هنا تمام. ف ليش انقل جلوكوز؟ لانه سيلكتيف، لانه سيلكتيف معناته اختياري بالضبط اختاره تمام. الجلوكوز ليش؟ ان انت في جسمك ما تبي جلوكوز فجاه يدخل الخلايا بدون اي تنظيم، تحتاج الى تنظيم في دخول الجلوكوز. لذلك عندنا كارير خاص فيه يسمونه جلوكوز ترانسبورتر، ناقلات الجلوكوز تمام. لذلك عندنا ناقلات الجلوكوز خاصة في نفس الخلايا في الجسم، تقريبا جلوت فور اسمه، اختصار الجلوكوز ترانسبورتر هو جلوت بين حطون فور. عنده أنواع كثيرة يعني مثل جلوت وان يكون في الدم، جلوت تو موجود في البنكرياس، جلوت ثري كذا كذا في المخ، جلوت فور هذا موجود في الخلايا العادية أو خلينا نقول العضلات وأيضا الخلايا الدهنية. لكن ما بهمنا ذا، هامنا إن نقول إن الكارير ليش سمى كارير؟ لأنه راح يحمل واحد مواد خاصة لازم تدخل بإذن خاص، مو بسبه لا بلاس، لأنها كبيرة لارج تمام، ولكن لازم تدخل ب إذن. خلينا نقول من إذن من وين؟ قلنا الأنسولين حق السكر حق الجلوكوز. طبعا الدايركت هذا simple diffusion صح، channel هو simple diffusion صح، carrier هو facilitated diffusion، عرفناهم الحين تمام. ليش توه هذا يسمونه اسموسس اوكي، مثل ما سمينا هنا facilitated هنا نسميه اسموسس حق الماي تمام. لذلك الاسموسس هو جزء من باسيف، وفي بعد سمبل اوكي، وعندنا بعد حق الباسيف facilitated تمام. عندنا انواع له، فالاسموسس جاي لنقل الماء، سمبل لنقل اي مركبات ثانية غير الماء، وايضا سمبل لنقل اي مركبات ثانية غير الماء. بس تقدر تقول ان السمبل هو نقل الماء، ولكن بشكل اخص هو الاسموسس حق نقل الماء. فاسموسس هو جزء من باسيف ترانسبورت تمام، من باسيف ترانسبورت. هذا يعني بشكل مختصر ريفيجن حق اللي خذناه بشكل كامل. طبعا احنا راح نكمل عليها السلايدات الجاية تمام. Diffusion throughout protein channels، نتكلم عن الشانل الحين. Substance pass route channel، قلنا الشانل واحد تمام، واحد انها اصلا تغطي spanned entire lipid bilayer. طبعا احنا قلنا على مواقع البروتينات قبل ان عندنا integral وعندنا peripheral. الانتجرال راح تكون span معناته يغطي، او خلينا نقول يعني تغطي اغلب البلازما ميمبرين، معناته انه راح تكون يعني طالع شوي منها، بلس راح تكون تحتوي اغلب البلازما ميمبرين، يعني في النص هذه راح تكون موجوده، بلس راح تكون موجوده في الاطراف، يا اما تكون موجوده في طرف واحد بس او موجوده في الطرفين داخل وخارج الغشاء البلازمي، او داخل وخارج اسطح الغشاء البلازمي تمام. فهذه تسمى الشانل انتجرال ولا فرفرال؟ اكيد راح تكون انتجرال، لان فرفرال راح يتواجد على اسطح، على السطح بس، ما على داخل هنا، لا ما على الداخل، يتواجد على الاسطح مالت الغشاء البلازمي تمام، على السطح هنا. طبعا في نقطه انا ما قلتها قبل، ان الغشاء ان البروتينات هذه انكر السيتوسكلتون، موجوده قبل انها تثبت
هيكل الخلية نفسها. شرحتها طبعا في آخر الدقائق، ولكن بشكل كامل الفرفر قلنا راح يجي في أطراف، أو خلينا نقول في أطراف أسطح الغشاء البلازمي، أما اللي يجي في النص ويطلع جزء من فوق أو تحت هذا يسمونه انتجرال. فهذا سبان ذا انتاير ليبيد باي لاير معناته تز انتجرال، انتجرال البروتين. عرفنا الشانل راح تفتح للماي، وبعضها قد يكون جيتد. ايش معناته جيتد؟ معناته بوابة تكون مغلقة وتفتح لبعض المركبات بعدين تقفل، مثل أيونات. أيونات تحتاج إلى تنظيم برضو، يعني ما بسبب أهلال أنه يدخل صوديوم ويطلع كالسيوم كذا، لا لازم تنظيم. وقت ما يحتاج أنه يدخل يدخل، ما يحتاج أنه يطلع يطلع، تمام؟ هل اللي يسمونه gated channel. gated channel معناته محروس، gated معناته تقريبا محروس باللغة العربية، جيت معناتها بوابة، لذلك كأنها بوابة مغلقة تفتح متى ما تبي تسكر متى ما تبي، حق على حسب الظرف اللي هي موجودة فيها. لذلك تفتح open and close under certain conditions، على حسب حالات معينة. لماذا؟ للأيونات، تمام؟ الماء قلنا يا اما انه يروح دايركت، تمام، او انه يروح عن طريق الشانل. ليش؟ لانه بولر. ليش لأنه بولر؟ لأن هذا نون بولر، تمام؟ ولكن الماء برضو حتى لو كان نون بولر يقدر يمر، لأنه جزيئ صغير، تمام؟ فهو عبارة عن خلينا نقول خارج منظومة، يعني شيء بالهامش، تمام؟ أو له خاصية ثانية، يعني ما ينطبق عليها الكلام بالأصل الماء. ولكن أيونات ما تقدر تمر، حتى لو كانت صغيرة ما تقدر تمر، فقط الماء عنده بس دي الخاصية إنه يقدر يلعب بالطرفين. ولكن بشكل كامل هنا عندنا channel برضو في قناة حق الماء، تمام؟ لذلك ينتقل من high to low. لسه إحنا قاعدين نتكلم عن الباسف، لأن الباسف يروح من high to low، فما يحتاج إنه يخسر طاقة، does not require، ما يقدر، ما يحتاج إلى إنه يستخدم الطاقة، يصرف الطاقة، expend energy. كمثال عندنا الماء نفس ما قلنا، عندنا الصوديوم، عندنا البوتاسيوم، عندنا الكالسيوم، كلهم أيونات. وهذا يستخدمون وين؟ يستخدمون في الخلايا العصبية. طبعا لازم تعرف شيء معين عن الخلية نفسها عشان تفهم الوضع، يعني غالبا، تمام، هذا في الغالب ان الخلية نفسها يلا ارسم خلية عادلة زبدة. غالبا في الخلايا، تخيل ان هذا الغشاء بلازمي، تمام، ارسم دائرة ثانية، اوكي خليك عندها. تخيل ان هذا الغشاء بلازمي، تمام، غالبا في الخلايا كمية الصوديوم برا اعلى من داخل، تمام، لذلك كمية الصوديوم برا خلية اعلى من داخل، الصوديوم داخل قليل، والعكس كمية الصوديوم كمية البوتاسيوم داخل الخلية أعلى من الخارج. لذلك تقدر تعرف وين المواد راح تروح على حسبها. فهذا الصوديوم مثلا الخلية بعض الأحيان تبي تطلعه، وهذا بشكل ثاني يبي يطلع. فلما يبي يروح من هاي إلى لو البوتاسيوم، فهو هنا ما يحتاج طاقة، بشكل طبيعي راح يطلع البوتاسيوم وقت راحة الخلية بشكل طبيعي. لكن في حالة إذا كان الصوديوم يبغى يطلع من low to high، هذا يتطلب إنه يستخدم ATP اللي هو الطاقة، تمام؟ ونفس الحركة الصوديوم برا يقدر يدخل داخل بدون ما يحتاج إلى طاقة، لكن لازم تعرف إن الصوديوم برا خلية أكثر من داخلها، بوتاسيوم برا خلية أقل من داخلها، تمام؟ داخل هذا خارج، هذا معلومة بعد لازم تعرفها. وبعض الأحيان أيضا جلوكوز تمام برا أعلى من جلوكوز الداخل، على حسب طبعا. لما تأكل مثلا راح يكون جلوكوز في خلينا نقول الأمعاء أكثر من جلوكوز موجود في الخلايا اللي تبطن الأمعاء. طبعا راح تاخذون الأمعاء وكيف تتكون
في الشابترات القادمة، لكن لازم تعرف إن الجلوكوز في أحيان معينة يكون برا الخلية عالي أعلى من داخل الخلية. لذلك هنا لما الجلوكوز يبي ينتقل من برا داخل هنا راح يساعده، ولكن الجلوكوز نفس ما قلنا لازم يتم تنظيمه، فيدخل عن طريق الكارير بشرط أنه يتم استخدام ريسبتر، يتم استخدام هرمون وهو الأنسولين، تمام، عشان يحط خلينا نقول الترانسبورتر في الغشاء البلازمي. معناته لازم يكون في مستقبل يستقبل الأنسولين. لما يوصل له الأنسولين ينشر اللي هو خلينا نقول رسائل إلى الخلية، بالتالي الخلية نفسها تنزل له، يروح هنا ويلصق، تنزل له خلينا نقول كارير عشان يحول الجلوكوز من برا لداخل، تمام. فهذا هو الشانل. نروح للفاسيليتيتد ديفيوجن، وقلنا فاسيليتيتد راح يستخدم الكارير بروتين. ف يعني بعض المولكيولز does not pass through the channels، بعض المركبات ما تمر عن طريق اللي هو الشانل. مثال وشو الجلوكوز قلنا ما يمر عبر الشانل، طبعا الشانل قلنا يمر عليه وشو ايونات بلس الماي، والماي قلنا له اكسبشن انه يمر برضو على الدايركت ديفيوجن. لذلك عندنا الكارير هو عبارة عن membrane transport protein which changes shape or orientation to transfer molecule through the bilayer of the other side. Once the molecule is released, the protein returns to its original form. Okay. بشكل عام نفس ما قلنا قبل، لو نرجع سلايدات قبل هنا، okay. هذا الكارير بروتين لما يلصق فيه المركب فوق، اوكي، يلصق فيه يتحسس هذا الشيء البروتين، بالتالي يسوي تغير في شكله، فيغير شكله بحيث انه يكون يدخل المادة لداخل، كان يقلب او كان يعني يغير شكله، ولكن بشكل عام يتم تغيير الشكل هنا، الشيب او الشكل يتم تغييره عشان المركب يدخل داخل الخلية نفس كذا، تمام. هذا change its orientation يعني يغير اتجاهه، orientation معناته اتجاه، او انه يغير شكله عشان يتم ادخال المركب. فهنا قاعد يقول لك نفس القصة اللي قلناها قبل، بس يعيدها هنا. فالكارير بروتين يغير change its shape or orientation، يغير شكله او اتجاهه، يا اما الشكل يا اما الاتجاه، لذلك عشان ينقل المولكيولز الى الجهة الثانية من الخلية. ذلك once the molecule is released the protein returns to its original form. هنا شرط ان لما يطلق نفس اللي هو المركب راح يرجع لشكل الطبيعي، معناته لو من اطلقه هنا هذا الشكل راح يعود نفس الشكل الاولي، تمام. هذا شرط من شروطه عشان يستقبل المركبات خارج الخلايا. يعني اعتبر كل ذا قراءة، بس لازم تفهمها يعني بالاساس ليش الكارير تاخذ جلوكوز، لانها فاسيليتيتد، لانها كبيرة جلوكوز فيحتاج مساعدة للدخول بالاصل، ولانه برضو نون بولر، لا لانه بولر تقريبا، فما يقدر يدخل. مثال على وشو سيمبل شوغرز جلوكوز امينو اسيد برضو يستخدمون الكارير بروتينز. هنا ننتقل للاسموسس. طبعا قلنا اسموسس هو عملية نقل الماء، وهو جزء من باث اوف ترانسبورت، جزء من سيمبل ديفيوجن دايركتلي، وجزء من الشانل برضو، تمام، من اثنينهم. ولكن عملية نقل الماء خصيصا يسمونها اسموزية او اسموسس. فعندنا احنا مصطلحين اسموسس واسموتيك بريشر، فاحنا راح نتعلم عنهم الحين. طبعا في هذا قاعد يشرح لك انه لما يكون في عندك غشاء شبه نفاذ، تمام، ويكون عندك لازم يكون خليك في الجهة الأولى مركب ماء، تمام، وفيه مركبات سكر مثلا، تمام، لذلك عندك ماء وعندك سكر. الجهة الثانية برضو عندك ماء برضو عندك سكر، تمام.
السكر الماء. احنا نبي نعرف الكونسنتريشن. هنا الكونسنتريشن حق الماء باعتبار السكر، تمام؟ فالماء هنا اسمه يسمونه سولفنت او يسمونه مذيب، وهذا يسمونه مذاب او سوليد، تمام؟ فالسولفنت هو المذيب اللي يذيب، تمام؟ اللي يذوب، مثل ما تحط في الشاي سكر، السكر راح يذوب. ماذا راح يذوبه؟ اللي راح يذوبه هو الماء او الشاي. فاللي يذوب او المذيب هو الماء، المذاب فيه هو السكر، تمام؟ هنا عد ماذا الاكثر، الماء ام السكر؟ راح تقول السكر في الجهه ذي، معناته ان في مور سوليد than solvent، معناته تركيز الماء هنا وشو؟ لو تركيز الماء لو، تركيز السكر هاي، تمام؟ تركيز السكر هاي. وهذا هنا الجهة الثانية، تركيز الماء هاي، صح؟ هاي بالنسبة إلى المذيب، تمام؟ هنا المذيب صير أكثر من الماء، هنا الماء صار أكثر من المذيب، معناته الماء هنا أكثر higher than the solute، هنا الماء is lesser than the solute. لابي وصلك باعتبار أن هذا الماء هنا تركيزه منخفض وهنا الماء تركيزه مرتفع، فالاتجاه راح يكون وين؟ هذا كويز لكم. اتجاه راح يكون وين طبيعي لو كان على اليمين عالي وعلى اليسار منخفض؟ نفس ما قلنا، من هاي إلى لو، هذا الاسموسز. يعني بشكل طبيعي نفس الفكرة قبل ولكن تطابق على الماء. فباعتبار ان السكر ما راح ينتقل يمين يسار، راح يبقى في نفس مكانه، لان خلينا نقول هذا شبه نفاذ ما راح يسمح بمرور السكر ولكن راح يسمح بمرور الماء. هنا الفكره، تمام؟ لذلك هذا هو الاسموسس، هو نت ديفيوجن اوف واتر اكروس سيلكتيفلي بينبل ممبرين فروم ريجن 5 تو لو كونسنتريشن. فالبلازما ممبرين اللي قاعد نتكلم عنها، الغشاء الخلوي، غشاء البلازما السفلي، is highly permeable، هو عنده يسمح بمرور الأشياء بشكل عالي للماء، ولكن ليست المركبات الأيونية، تمام؟ احنا بنتكلم directly، احنا قلنا ان الماء يمر عن طريق channel ويمر عن طريق direct، تمام؟ احنا قاعد نتكلم عن طريق direct، ان الأيون ما يقدرون يمرون directly throughout the lipid bilayer، they only can go throughout the channel proteins، يعني يقدرون يمرون أيونات عن طريق channel protein بس ما يقدرون يمرون الغشاء البلازمي، تمام؟ يعني الغشاء البلازمي نفسه ما يقدر يمرون أيونات إلا لما يكون في قناة تدخلهم، ولكن أيونات دي هذا شرطها، بس الماء يقدر يمر عن طريق القناة أو يقدر يمر directly. فأنا يقصده هو إن الماء يقدر يمر بس الأيون ما تقدر تمر directly، هذا قال يقصده، ان في شرط اذا كان في غشاء الماء راح يدخل في الغشاء ولكن الايونات الباقية خلفه ما راح تقدر تدخل الغشاء لانه ما في بروتين ينقلها. فهنا الفكرة، تمام؟ The net diffusion of water is called osmosis. Net معناته مجموع، diffusion معناته النفاذ، لذلك مجموع النفاذ للماء يسمونه اسموزية. Like a net diffusion of water across selectively permeable membrane from the region of high to low concentration is called osmosis. A net diffusion مجموع النفاذ الماء هنقوله عبر selectively permeable membrane، معناته غشاء عنده نفاذية عالية من منطقة عندها high concentration للماء، تركيز عالي الماء، إلى تركيز منخفض الماء، يسمونها osmosis. osmotic pressure هي القوة العاكسة للosmosis، معناتها القوة اللي تشتغل عكس العملية ذي، okay؟ عكسها يسمونها osmotic pressure، وتقدر تتخيلها على انها قوة السكر نفسه لما تروح من high to low، ولكن هي ما تقدر تروح من high to low فيسمونها osmotic pressure، تمام؟ تقدر تقول على انها السكر نفسه، السكر هنا هاي الى لو، ولكن بالاساس ما تقدر تمر عبر الغشاء، ف
يسمونها القوى المعاكسة. فهنا عندنا عملية كيميائية، عندك طرفين وهنا في حاجز يحجز بين الطرفين، على اليمين في ماي واجد نفس ما شفنا، وعلى اليسار في ماي بالنسبة للجلوكوز أقل. تخيلوها أنها أقل، تمام؟ لأن الصورة ما واضحة صراحة، لأن في ماي هنا أكثر من سوليوت، ولكن تخيل أن الجلوكوز عالي حيل واجد، تمام؟ هبشة. فذلك الماء هنا أقل من الجلوكوز، فقلنا لو هنا الماي هنا هاي. ليش؟ لأنه ما في سكر، السكر ماكو، فالماء بالنسبة للسكر عالي. إحنا نقارن دائما بالسكر، نقارن دائما بالماء قصدي في هذه الحالات في الأوزموتيك نت فيوجن. هنا هاي، هنا لو، وين بيروح؟ يروح لليسار. بالتالي الإنبوب راح تشوفه إنه يمتلي بالماء لليسار، وهنا راح ينخفض بالماء، تمام؟ لذلك راح تشوف نفس الشكل هذا إلى أن يصل لحد بحيث القوتين، القوة الأولى قلنا هي الأوزموتيك، والقوة الثانية المعاكسة له أوزموتيك بريشر، هو الأوزموتيك بريشر، وهي خلينا نقول القوة اللي تروح السكر من عالي إلى منخفض، ولكن ما يقدر يروح السكر بالأساس. هذا بشكل مختصر يعني عن الفكرة، هي بسيطة يعني، نقل الماء من مرتفع إلى منخفض، تمام؟ لذلك الأوزموسيس إذا كان الممبرين بيرميبل، يعيد نفس الكلام، water separate pure from a solution of glucose in water, the water diffuse throughout the region of low concentration. في حالة إذا كان الغشاء نفسه يسمح بمرور الماء، والماء يفصل بماء نقي وجانب فيه glucose solution أو محلول سكري مع ماء، اللي شرح نفس الفكرة. لكن بشكل أساسي osmosis occurs as volume in the left chamber raise. قال ليش رحنا نفس الفكرة هناك؟ يعني لو تبي شرح لذا الكلام اقرأ ذا الكلام بالضبط نفس اللي شرحناه. لذلك راح يروح من راح يروح للجهة الثانية بحيث ان الفوليوم راح يكون متساوي. لذلك راح يوصل انه ما في net change، معناته ما في قوة، ما نقول مفارقة، معناته انه ما في قوة تخاصم قوة الثانية، لان قوتين متساويتين، فما في net change، ما في حاصل تغير لأنهم تساووا القوة، تمام؟ الأوزموتيك والأوزموتيك بريشر تساووا، فما في ناتج تغير. نتكلم على موضوع جديد الحمد لله، تمام؟ لأن تكلمنا عن كل ذي اللي قبل، active transport، أوكي؟ وقلنا active transport requires energy، يحتاج إلى طاقة. فلما يحتاج إلى طاقة لازم تفهم الشيء، تمام؟ إحنا الباسيف قلنا يروح من عالي إلى منخفض، من هاي تو لو، فهذا يسمونه داون، لأن داون معناته تحت، فهو ينزل، يسمونه داون هيل. هيل معناته تل، داون معناته ينزل، كان ينزل من الهيل، من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، ينزل من التل ما بالهيل، ينزل من التل. بس الأكتيف ترانسبورت العكس، أبيكم تتخيلونه بشكل مختصر، بشكل بسيط، على أنه كأنه تل حقيقي، تمام؟ عندك التل كذا بالشكل، تل كذا بالشكل الثاني، تمام؟ تخيل أنه عندك كرة فاعلة التل وتبي تدفعها، هل تحتاج طاقة الكرة على أنها تنزل من فوق لتحت؟ ما تحتاج طاقة، من هاي إلى لو ما تحتاج طاقة، لأنها بتتدحرج فما تستخدم طاقة. ولكن تخيل أنك تبي ترقل الكرة من تحت إلى فوق، تمام؟ انت راح تدفعها كرة من تحت، تمام، الى فوق. نحتاج طاقة، تمام؟ you require energy، تحتاج الى طاقة. فهذا يسمونه active، من low الى high، وهذا يسمونه passive بشكل مختصر. فحنا نتكلم انه نفس اللي تكلمنا عنهم قبل بروتينات، ولكن نعكس الآية، تمام؟ عكسها، معنات channel carrier عكسها، تبي تنقل المواد من تركيز منخفض إلى تركيز عالي، نفس الكارير نفس الشانل بس عكس الآية، تمام؟ نفس الشيء، ما في اختلاف. لذلك تحتاج إلى transport، طبعا من low concentration to high concentration سمونا uphill.
لذلك تحتاج إلى بروتين ترانسبورتر مثل وشو يسمونها بامب، وهي أصلا كان شكلها كارير ولكن بامب كمضخة تضخ شيء معين. راح نتكلم عن صوديوم بوتاسيوم بامب. أوكي، طبعا صوديوم بوتاسيوم بامب أي ضخات أو مضخة الصوديوم اللي تضخ، معناته راح تنقل شيء من مكان ثاني والشيء الثاني لمكان آخر، هذا مضخة. تمام، فيا اما تكون channel يا اما تكون carrier. تمام، ولكن احنا راح نتكلم بالcarrier، هذا قاعد يتكلم عن في البوتاسيوم صوديوم بامب، راح يجي في سلايدات قريب. اوكي، في انواع معينة للنقل طبعا، طبعا ما تكلمنا عنها ابدا، ولكن النقل ما يكون دائما حق مركب واحد. لا مو هذا، هذا بعض أحيان قلنا يروح دايركت، بعض أحيان لا يحتاج إلى channel. هذا channel سوينا aquabarin، طبعا قناة الماء يسمونها aquabarin، ما هم من الحين. بعض أحيان محروسة بالبوابة gated. تمام، بعض أحيان gated، وبعض أحيان هي الفكرة. تمام، اللي أبي أوصلها طبعا gated channel يكون بعدين، ما هتخلونا أتوقع يعني ناس تكلمنا عنهم gated ion channel يحتاج إلى إذن للدخول. وبعض الأحيان قد يكون هنا ينتقل من low ل high فيحتاج إلى ATP وهكذا، ولكن بعض الأحيان برضو النقل اللي يصير يا ما يكون symporter أو antiporter، معناته إنه يقدر ينقل مركبين في آن واحد، يا ما ينقلهم في نفس الاتجاه أو ينقلهم في اتجاه معاكس. وهنا الفكرة، لما يعني قلنا إحنا إن الصوديوم برا الخلية أعلى من داخل الخلية، صح؟ معناته إنه يقدر يدخل الصوديوم، ولكن هنا الفكرة ما نبي ندخل الصوديوم، الصوديوم حاب هالمرة يطلع. فهنا عندنا تمام، هين بقى واحد ثلاثة، عندك الثاني اللي هو واحد اثنين، نزل باقي. تخيلوا ان هذا هو ال channel. تمام، او خلينا نقول carrier عذرا، تخيل ان هذا هو ال carrier. انت عندك صوديوم هنا تبي تطلع، عرفنا الصوديوم داخل الخلية قليل برا الخلية عالي. تمام، فهنا في العملية هذه برضو عندك بوتاسيوم برا، طبعا بوتاسيوم برا اخفض من بوتاسيوم داخل، كان عكست انا زبدة. فهنا البوتاسيوم يقدر يطلع والصوديوم يقدر يدخل، ولكن هنا الصوديوم خلينا نقول نبي نطلع، فالصوديوم هذا راح يربط بالثلاث مركبات هنا، ومن لو الى هاي، فيحتاج الى انرجي، فيجي الاي تي بي بيعطيها الطاقة، هطلع الصوديوم لبرا. في حالة اني اطلع الصوديوم برا شكله راح يتغير، بحيث راح يستقبل البوتاسيوم في الجانب الثاني، البوتاسيوم ينتقل من وشو من لو الى هاي. اوكي، راح يتصل ابه وراح ينقله للطرف الثاني، هذا سيمبورتر. تمام، هذا سيمبورتر.